الرحلة إلى نهاية العالم تبدأ من العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس. مع بداية القرن الماضي قررت السلطات الأرجنتينية نقل السجناء الذين تم تصنيفهم بالخطرين إلى آخر نقطة من الكرة الأرضية جنوباً، أطلقت عليها آنذاك نهاية العالم. تستغرق الرحلة من العاصمة الأرجنتينية إلى ذلك المكان الذي أصبح يعرف لاحقاً بمدينة أوشوايا 3.5 ساعات من الطيران. تقع أوشوايا على ضفاف قناة بيغل، يبلغ طول القناة 240 كيلومتراً ولا يزيد عرضها في بعض المناطق على 1.5 كيلومتر، وقد سميت باسم السفينة الشهيرة التي استخدمها عالم الطبيعة الإنجليزي تشارلز داروين في بداية القرن 19 في رحلته التاريخية، والتي ألهمته صياغة نظرية تطور الأنواع. قبل ذلك بثلاثة قرون كان المستكشف البرتغالي فرديناند ماجلان قد مر من هنا في رحلته حول العالم. أطلق ماجلان على أرخبيل أوشوايا تيرا ديل فييغو التي تعني بالإسبانية أرض النار. تيرا ديل فييغو هي منطقة أسطورية ملهمة ومثيرة للإعجاب، وتتكون من مناظر طبيعية من الأنهار الجليدية والجبال العظيمة والبحيرات الفيروزية. اليوم ما زالت أوشوايا تشعل نيرانها التي لا تنطفئ إحياءً لذكرى تلك الشعوب التي سكنت هذه البقعة من الكرة الأرضية الواقعة في نهاية العالم. وصلنا إلى أوشوايا الواقعة في أقصى نقطة من الكرة الأرضية جنوباً. نحن هنا على الحدود مع القارة القطبية الجنوبية. للمدينة قصة غريبة، فقد ولدت من رحم سجنها سيء الصيت لتتحول لاحقاً إلى إحدى أهم المدن السياحية في قارة أمريكا الجنوبية. نحن هنا في الميناء السياحي لأوشوايا، وهو ميناء ضخم ويوجد فيه نشاطان قويان، هما النشاط التجاري والنشاط السياحي. بالنسبة للنشاط السياحي، نستقبل البواخر السياحية الضخمة العابرة للمحيطات كهذه التي ترونها خلفي هناك. الآن عدة بواخر راسية ستتجه من هنا إلى القطب الجنوبي المتجمد. إنهم يبقون هنا عادة لمدة أسبوع ثم يواصلون. السياح يقومون في هذه المدة بعدة فعاليات سياحية في المدينة حسب الفصل الذي يأتون فيه. تتعقب السفن المحملة بالسياح على ميناء أوشوايا تعقب الليل والنهار. بالإضافة إلى البرودة الشديدة، يعرف إقليم تيرا ديل فييغو بجماله الطبيعي المذهل. يتجول السياح عبر قناة بيغل بين الجزر الرملية والجبلية الثلجية والتي تحتضن نحو 70,000 هكتار من الغابات والمياه ضمن محميات طبيعية هي الأكثر تنوعاً في المنطقة من حيث النباتات والمناظر. في هذه الجزيرة الصغيرة يتوقف الزوار لرؤية سكان يشكلون أحد أهم عوامل الجذب السياحي لأوشوايا. إنهم طيور البطريق النادرة وأسود البحر التي تقطن هنا على مدار السنة. تقود الرحلة البحرية الاستكشافية أيضاً إلى هذا الموقع الذي يتجمع فيه ما تبقى على قيد الحياة من هذه السلالة الخاصة من طيور البطريق التي تستوطن منطقة باتاغونيا الجليدية
وتهاجر إلى هنا في فصل الصيف وهي مهددة بالانقراض. ولم يعد يوجد منها في القارة الجنوبية سوى مئات، يأتي العشرات منها كل سنة إلى هذه الجزيرة الصغيرة. نحن هنا نمثل بوابة الدخول إلى القطب الجنوبي المتجمد، فهو على مسافة يومين فقط من هنا، لذلك يتكثف النشاط السياحي لأن الكثير من الحيوانات التي تعيش هناك تهاجر إلى أوشوايا وتيرا ديل فويغو في فصل الصيف. وأنا أقول دائما إننا كنا قريبين من كل شيء وبعيدين في نفس الوقت من كل شيء، لأننا هنا في نهاية العالم ولكن العالم كله يأتي إلينا. من المثير للاهتمام أن مدينة أوشوايا تم بناؤها من قبل السجناء الذين أرسلوا إلى هناك لعزلهم عن المجتمع، وقد قاموا أيضاً ببناء سجن نهاية العالم، حيث تم احتجاز المدانين الخطرين والسجناء السياسيين والهاربين من الجيش. قام السجناء بوظائف مختلفة بما في ذلك قطع الأشجار لتزويد المدينة بالحطب وإقامة المباني التي تشكل اليوم مدينة أوشوايا. كان جدي أحد الحراس الذين جاء بهم لحراسة هذا السجن، ولكنه لم يشارك في الأعمال الفظيعة التي ارتكبت داخله لأنه لم يكن شرطياً، وإنما كان حارساً توفي لما كنت صغيرة، ولكن والدتي وأخوالي أخبروني بأنه قضى وقتاً طويلاً هنا، وكان يخبرهم بأن السجناء خطيرون جداً، لذلك جاء بهم لهذه المنطقة المعزولة، وأنهم كانوا يتعرضون لممارسات مشينة، ويكفي أن تدخلي هنا لتكتشفي ما كان يعانيه السجناء من خلال تماثيلهم الموجودة في الزنزانات. عندما جاءت بي والدتي لأول مرة إلى هنا وأنا صغيرة، قالت لي إن السجناء كانوا يرسلون إلى الغابات لجمع الحطب وينقلونه في البداية في قوارب صغيرة كثيراً ما تتعطل قبل أن يقوموا ببناء القطار، وأن جدي كان يرافقهم ضمن الحراس، وروى لها كيف كانوا يرتعدون من شدة البرد ولا يقوون على قطع الأخشاب من الجوع، وأبلغها أن كثيرين منهم كانوا مرضى ولا يجدون العلاج، وقد مات بعضهم بسبب ذلك، ورغم كل ذلك هم من أسسوا لبناء هذه المدينة الجميلة التي نراها الآن. زيارة هذا السجن السابق ذي الحراسة المشددة والذي تحول بعد إغلاقه إلى متحف تشكل محطة إجبارية لأي زائر لمدينة أوشوايا، وهو يساعد اليوم على فهم تاريخ المدينة بشكل أفضل. كان السجن في حد ذاته مستقلاً، وقد أنشئ بعد وقت قصير من توقيع معاهدة تقسيم الحدود مع تشيلي، حيث بدأت الحكومة الأرجنتينية استخدام منطقتها في أقصى جنوب القارة لإرسال السجناء العسكريين. وفي عام 1902 بدأوا بإرسال سجناء عسكريين إلى المنطقة التي تقع فيها مدينة أوشوايا حالياً، حتى يتمكنوا من المساعدة في بناء هذا السجن الجديد، ولم يكن هناك خطر من الهروب بسبب العزلة الجغرافية للمنطقة. وفي عام 1904 تم افتتاح السجن، وظل يعمل حتى عام 1947 عندما تم إغلاقه أخيراً من قبل رئيس الأرجنتين آنذاك خوان بيرون لأسباب إنسانية. على الرغم من ادعاء الرئيس الأرجنتيني وقتها أن الجانب الإنساني كان السبب وراء إغلاق السجن، فإن الكثيرين يزعمون أن السبب الحقيقي لم يكن إنسانياً، بل كان عدم توفر التمويل الكافي لدى السلطات للحفاظ عليه، خاصة مع كثرة نزلائه بعد أن لم يعد معتقلاً للعسكريين فقط، وبعد الظروف الاقتصادية الصعبة التي خلفتها الحرب العالمية. كان السجن يضم كبار المجرمين والقتلة وعدداً من السياسيين والعسكريين المارقين، ما تسبب في هجرة الكثير من أسرهم إلى هنا، وأدى ذلك إلى وجود عائلات يدور نشاطها الاقتصادي حول السجن الذي كان يوفر الكهرباء والحطب للتدفئة والمواد الغذائية وكذلك بعض الوظائف، وكان ذلك يشكل عبئاً اقتصادياً على الدولة،
وعندما قررت السلطات إغلاق السجن بسبب تكاليفه الباهظة، وقع الرئيس خوان بيرون اتفاقا مع رجل أعمال إيطالي يدعى بورساري للسماح لنحو 200 أسرة إيطالية من الفارين من الحرب بالإقامة في أوشوايا. بدأت المدينة تنتعش من جديد مع وصول الإيطاليين إليها بعد أن كادت تختفي، وذلك إثر إغلاق السجن وهجرة بعض العائلات إلى الأماكن الجديدة التي نقل إليها السجناء. بدأ الإيطاليون تأسيس الأحياء التي نراها اليوم في المدينة، وكان من بين الأولويات إنشاء شبكة للكهرباء وبناء مولد يغذي الشبكة وإعداد الشوارع والأرصفة ونظام للتزود بالمياه والصرف الصحي. ويمكننا القول إن الإيطاليين هم من أسسوا بالفعل مدينة أوشوايا. كان الوضع صعبا عند وصولنا، إذ لم يكن هناك شيء إطلاقا، لا منازل ولا سكان. كان السجن قد أغلق تماما، وكانت هنا مجموعة من البحارة استقبلونا بالترحيب، ولكننا لم نستطع النزول من الباخرة لأنه لم يكن هناك مكان ننزل فيه. قال بعضهم: انزلوا بما عندكم وسنرى كيف نرتب الأمور. فنزلنا بما لدينا من أمتعة قليلة. كان لدى كل واحد منا فرشة وبطانية جاء بها من إيطاليا، وبدأنا جمع الحطب لإشعال النار من أجل التدفئة، ولكننا كنا سعداء لأننا كنا مع بعضنا. لقد كان عمري آنذاك 18 عاما، وكنت مع أمي وأبي، وتعرفت هنا على زوجي ضمن القادمين، وتزوجنا ورزقت ولدين، أحدهما عمره الآن 64 عاما والثاني 62، ولدي 5 أحفاد أكبرهم عمره الآن 44 عاما ولديه أيضا 5 أطفال. لم تكن حياتنا سهلة في البداية، رغم أننا كنا متحمسين جداً، وفي الحقيقة نحن مدينون للأرجنتين بكل شيء بما في ذلك حياتنا، حيث لجأنا لها هاربين من الحرب واستقبلتنا بود وأخوة. لم نكن نبحث عن المال، فقط عن حياة أخوية كريمة. بعد هجرة الإيطاليين، شجعت الحكومة الأرجنتينية تدفق المهاجرين إلى أوشوايا من خلال تشجيعات اقتصادية وضريبية لشركات وطنية وأجنبية، ما جعل المدينة تتحول إلى قطب سياحي. لا يتجاوز عدد سكان المدينة الواقعة في أقصى جنوب العالم 60,000، وهي معروفة بشكل رئيسي كوجهة شتوية لممارسة الرياضات الثلجية والمغامرات، لذا فإن جزءاً كبيراً من سوق العمل يدور حول السياحة. ومن الشائع أن يعمل الكثير من الناس في المراكز الشتوية خلال فصل الشتاء، كما يعمل عدد كبير من الأشخاص في الفنادق والوكالات. اليوم يأتيها الزوار من كل أنحاء العالم رغم ظروفها المناخية الصعبة، ويتجولون في معالمها السياحية ويتعرفون على تاريخها القديم والحديث، وخاصة قصة كونها ولدت من رحم سجنها. اختلفت الآراء حول القضايا الإنسانية في سجن نهاية العالم، فمن ناحية يعتبره البعض نموذجياً، حيث كان السجناء الأميون يتلقون تعليماً ابتدائياً فيه، وكان الجميع باستثناء كبار السن والمعاقين يعملون ويحصلون على تعويضات تجمع لهم ويستلمونها عند خروجهم من السجن. كان معظم عملهم في الورش التي تصنع الأحذية والملابس والصناعة اليدوية وغيرها، أو في البناء والحقول، أو في قطع الحطب لاستخدامه في التدفئة. أما الجانب الآخر فيتحدث عن العديد من حالات التعذيب وسوء المعاملة. علاوة على ذلك، فإن العزلة الجغرافية تمنع السجناء من الهروب ومن تلقي زيارات الأصدقاء والعائلات. انظري، هذه الزنزانات الانفرادية لم تكن تطاق،
وهذه كانت الحمامات الصحية لقد كانت سيئة للغاية. جرت عدة محاولات هروب من السجن ونجح عدد قليل جدا منها. الهروب من السجن في حد ذاته لم يكن مهمة صعبة، ولكن بمجرد الخروج لم يكن هناك مكان يذهب إليه السجين، وسيبقى بدون طعام وفي جو بارد، وسيكون غير قادر على إشعال النار، لأنه إذا فعل ذلك سيكون من السهل العثور عليه. وهناك بعض السجناء الذين هربوا ولم يعودوا أبداً، ومن غير المعروف ما إذا كانوا نجوا أم أنهم ماتوا في الطريق أو افترستهم الحيوانات البرية. بغض النظر عن الجانب المظلم للسجن والجانب المشرق له إن وجد، لا يمكن إنكار أهمية هذا المكان بالنسبة لتاريخ الأرجنتين، فقد شكل اللبنة الأولى للمدينة الواقعة في أقصى الجنوب من العالم، والتي تستقبل اليوم الآلاف من السياح كل عام. لكنه في الوقت ذاته خلف جراحاً لم تندمل حتى يومنا هذا. في العاصمة بيونس آيرس ما زالت النساء حتى اليوم تناضلن من أجل العدالة لضحايا الجرائم التي ارتكبت في حق المعارضين السياسيين، ومن بينها السجن والتغييب والإخفاء القسري. منذ 46 عاماً وهؤلاء النسوة يتظاهرن أسبوعياً في ساحة مايو الواقعة أمام القصر الرئاسي المعروف بالبيت الوردي، والتي باتت تعرف بساحة الجدات. تتجمع من أصبحن يعرفن بجدات بلازا دي مايو كل خميس للمطالبة بتعويض أسر من اختطفتهم الدكتاتوريات المتعاقبة ونقلوا إلى سجون سرية. أقرت الحكومات اليسارية المتعاقبة سلسلة من الإجراءات، من بينها الكشف عن الأماكن التي احتجز فيها بعضهم والتعويض لذويهم، لكن الجدات تقولن إن العديد من النساء لم يعرفن بعد ما حدث مع أبائهن وأزواجهن وأبنائهن. نوربورتو أورسو أحد أولئك الضحايا. عندما اختطفوني كنت على وشك إكمال دراستي الثانوية وأتحضر لدخول الجامعة، وكنت متحمساً وسعيداً في نفس الوقت لأنني حصلت على علامات جيدة في جميع المواد، وكنت سأخوض آخر اختبار في ذلك اليوم، وعند الفجر جاءوا لمنزلي واختطفوني. في كتابه رحلة إلى الرعب يصف نوربرتو غياهب السجون التي كان يزج بالسياسيين فيها في زنزانات انفرادية أحياناً ومع سجناء الحق العام أحياناً أخرى، ويؤكد أنه من أسوأ سجون الأرجنتين سمعة وأكثرها إثارة للجدل هو سجن نهاية العالم. ما يميز هذا الكتاب أنه يتضمن شهادات نادرة لكثير ممن عاشوا تلك المأساة وكانوا يرفضون دائما التحدث عنها خوفا من الانتقام منهم، ولكنهم لما وجدوا سجينا مثلهم يؤلف كتابا عن معاناته قبلوا، شجعهم ذلك على تقديم شهاداتهم، ومن ضمن تلك الشهادات ما أدلت به زميلة سابقة في السجن وقد توفيت، وكانت تقول دائماً إنها لن تتحدث عن تجربتها في ذلك المعتقل السري أبداً لما يسببه لها تذكر تلك المأساة من ألام. وقبل نشر الكتاب بقليل بعثت إلي برسالة تقول فيها إنها أصبحت مستعدة الآن للتحدث عن تلك الأشياء التي ظلت تحتفظ بها لنفسها لأكثر من 30 عاماً. لقد كانت مأساة حقيقية عاشتها تلك السيدة في ذلك المعتقل السري، ومن ثم نقلوها إلى سجن نهاية العالم الذي كان أسوأ سجن في ذلك الوقت. و
وبعد تحول سجن أوشوايا إلى متحف، تحول قطار نهاية العالم الشهير الذي أنشأه السجناء لنقل الحطب من الغابة إلى السجن بغرض التدفئة إلى جزء من خط سير السياح الوافدين من جميع أنحاء العالم. ويمكن حالياً رؤية القاطرة الأصلية للقطار وإحدى العربات في المتحف. ويستخدم القطار الآن لنقل السياح بين المدينة والمكان الذي تقع فيه المحمية الوطنية لأوشوايا. وعلى الرغم من صغر حجم هذا القطار إلا أنه كان حيوياً لتشغيل السجن، حيث جعلت الظروف الجوية خاصة في فصل الشتاء مهمة جلب الحطب أمراً أقرب إلى المستحيل. لا تقتصر سمعة أوشوايا بالنسبة للأرجنتينيين على وصمة العار التي مثلها سجن نهاية العالم، وذلك لمدة زادت عن 4 عقود، فهي بالنسبة لهم تنمز أيضاً إلى جانب وطني مهم يتعلق بكونها عاصمتهم الأبدية لجزر الفوكلاند أو المالفيناس الواقعة جنوبي المحيط الأطلسي، والتي تتنازع الأرجنتين أحقية السيطرة عليها مع بريطانيا منذ ما يناهز 2 قرن من الزمن. خاض البلدان حرب السيطرة على الجزر عام 1982 وخاسرتها الأرجنتين، لكن ذلك لم يثنها عن المطالبة بالفوكلاند واعتبارها جزءاً من محافظة تييرا ديل فويغو التي تعد أوشوايا عاصمتها. دانييل أرياس أحد القادة الذين شاركوا في حرب الفوكلاند، وهو الآن يدير متحف المالفيناس في مدينة أوشوايا، حيث يشرح للزوار أهمية الجزر بالنسبة للأرجنتينيين وكيف يجب أن تسعى الأرجنتين لاستردادها مما يصفه بالاحتلال البريطاني. كوني واحداً ممن شاركوا في الحرب يمثل ذلك مصدر فخر بالنسبة لي. داخل هذا الصندوق هناك رسائل ممن يتحدث إليك ومن أبنائي ومن أفراد عائلتي وأسر أخرى ومن الكثير من سكان أوشوايا وحتى من الرئيس السابق. ما الهدف من هذه الرسائل؟ إذا ما أعدنا السيادة على جزر المالفيناس بطريقة سلمية كما نريد، سيتم فتح كل هذه الرسائل الموجودة في هذا الصندوق، وهي موجهة كلها إلى ذلك البطل الذي سيعيد لنا الجزر من دون حرب ومن دون تكرار ما عانيناه في تلك الحرب. جرب الأرجنتينيون الحرب واستيقنوا أنه لن يكون بإمكانهم استرداد جزر الفوكلاند بالقوة، كما أن أي حرب يخوضونها من جديد قد تحول دون تدفق السياح الذين يأتون من جميع أنحاء العالم لزيارة أوشوايا ومنطقة تييرا ديل فويغو ذات المناخ والتنوع البيولوجي الفريدين من نوعهما، ما يدر ملايين الدولارات سنوياً على البلاد والتي هي بحاجة ماسة إليها في ظل أزمة اقتصادية مستعصية.